ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. زي ما كلنا عارفين الالعاب عامه كتير لما بتقدم قصه ممتعه بتخلي تجربتنا لطيفه جدا، خاصه لو تم كمان تقديم شخصيات ممتازه. وساعات بقى بيحصل الافضل من كده كمان، بيوصل لان كتابه الاحداث مستواها عالي جدا، بيكاد يكون افضل كمان من الافلام، بيقدموا في العمل الفني دوت بلوت تويست او احداث غير متوقعه تماما تشقلب تفكيرك كله وتخليك مش مصدق اللي انت شايفه قدامك. هجيب هنا افضل 7 احداث غير متوقعة اثرت بشكل كامل في مستوى وجمال القصة. تويستات هنا لألعاب جديدة شوية او العاب ما تكلمناش عنهم كتير في فيديوهاتنا، وطبعا ناخد بالنا من الحرق. يلا يا شباب let's go. اول لعبة هنبدا بيها من المفاجآت بصراحة السنة دي بالكامل، انا بتكلم عن اسطورة كابكوم وهي Resident Evil 8. اللعبة دي كانت تجربة في غاية المتعة لانها رجعت جذور الاثارة والرعب بشكل جميل عموما لResident Evil، وكان فيها بعض المشاهد والوحوش اللي حرفيا بقوا محفورين في دماغنا. الفكرة بقى انها زي ما قدمت شخصيات وفيلنس وجيم بلاي عظماء، قدمت برضو كذا تويست في اللعبة بصراحة ما خدوش حقهم في الجيمينج كوميونتي، وفعلا انا اتفاجئت وحسيتهم ممتازين. بعيدا بقى عن اول حاجة الدهشة لما عرفنا ان مية اللي ماتت في الاول اللعبة اصلا طلعت عايشة، وفي الاخر طلعت واحدة تانية اسمها ماذر ميريندا متنقرة على شكلها. فكرة وحدها دي كانت ممتازة، بس كان اقوى بلوت تويست بقى وده السبب ان انا حاططها اصلا في الليستة زي دي، لما البطل نفسه اللعبة ايثن مات قدامنا، وكلنا ما كناش مصدقين ان البطل يموت بالشكل دوت. واللعبة ساعتها خلتنا اصلا نلعب بكريس ريدفيلد ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، خاصة ان من اول اللعبة ايديه كانت بتتقطع وهو بيركبها تاني، فكانت في حاجة مش مظبوطة، لغاية بقى ما اتضح لينا كل حاجة ان البطل ايثن اصلا اللي نلعب بيه دوت اساسا مات من الجزء اللي فات، من ساعة ما دخل بيت عائلة البيكر وجاك موته، فهو من الاخر مش انسان طبيعي، هو مجرد مولد قوة من قوات ايفلين اللي كانت في الجزء اللي فات، عشان كده اصلا لما مات رجع تاني للحياة عشان يروح ضحي بنفسه من اجل ان بنته ومية يعرفوا يهربوا مع كريس ريدفيلد بعيدا عن المكان الملعون دوت. فالبلوت تويست دي كانت خلتنا كلنا اصلا متفاجئين واثرت في القصه بشكل جميل جدا، لان معظمنا في الاول اصلا ما كناش قريبين لايثن قوي او كنا حاسين بيه او في ترابط ما بيننا، لغايه ما اللحظه دي فعلا ظهرت، فدي كانت لازم تبقى معانا في الليسته وفعلا ابدعوا فيها كابكوم. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, you will always be a monster. I know, but I am your monster no longer. تاني اختيار فاجئنا كلنا ورقم 6 من الالعاب العظيمه طبعا وحصريه الاولى لسوني، انا بتكلم طبعا عن صاحبه جائزه لعبه السنه 2018 جادو فور. اللعبه دي قدمت لنا الكتير فعلا، واكتر جزء ركز اصلا على ناحيه سرد القصه والتقرب من كريتوس وتصوير مشاعره بالذات الجانب العاطفي اللي عمرنا ما شفناه منه قبل كده، بعيدا عن الغضب اصلا والتلطيش اللي كنا بنشوفه من الاجزاء اللي فاتت. الاجزاء اللي فاتت دي مع انها فاجئتنا اصلا بحاجات كتيره جدا زي صندوق باندورا اللي طلع فاضي في الاخر بعد مغامرات كتيره جدا توصل للنهايه، بس بصراحه اكتر واحد كيفني فعلا هو بتاع كارلي بارلج اللي نزل في اخر جزء، واللي عرفنا فيه الاسم الحقيقي او حقيقه هويه ابنه اترياس، ولا مش اسمه الحقيقي بول. الحقيقه بقى ان اتريس دوت هو لوكي، ايوه اله الخدع والمكائد عامه اللي معروف اصلا في الميثولوجيا الاسكندنافيه، ومحدش كان متصوره ابدا، كان حاجه انبريدكتبل بشكل جميل جدا، لان هو بسببه اللي هيدمر العالم المفروض في الميثولوجيا وظهوره عامه ظاهره الراجنروك او نهايه العالم. الفكره دي لوحدها خد بالكوا عززت القصه جدا بشكل غير طبيعي، وادت فرصه ابداع كمان ان المخرج يقدر يكمل عليه ويدمج عالم جادو فور اللي كلنا حبيناه بالالهه الميثولوجيه الاسكندنافيه الجديده، اللي واحد فعلا مستني يشوف الجزء الجديد ممكن يعملوه بشكل عامل ازاي.
they will remember us for this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth. With vigor in our hearts and one goal in sight. نخش بقى كده على الاختيار اللي بعديه ورقم 5 اللي هنضطر نكسر الليسته بتاعتنا دي شويه بحاجه معروفه وبلوت تويست كلنا اصلا اثر فينا. انا بتكلم عن لعبه Call of Duty Modern Warfare 2. انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه كويس جدا، الخيانه والذهول اللي كلنا اتحطينا فيه واللي نتمنى نشوف حاجه بنفس الجوده في الريبوت مودرن وورفير 2 اللي هينزل قريب. ان اللي اتقدم في الجزء دوت على قد ما احنا كلنا كرهناه، لا اتحط ايقونه في التاريخ. وما زالت التوستايه دي فعلا جرحتنا كلنا، وهي خيانه الجنرال شيبرد، الراجل اللي كلنا وثقنا فيه، وبعد مهمات فعلا صعبه جدا بالبطل اللعبه نفسه روتش والبطل جوست اللي كان معانا وكنا بنحبه جدا، يحصل الأسوأ ونشوف ان الجنرال شيبرد في موقف صدمه قتلهم بدم بارد عشان يخفي اي اثر هم طلعوا بيه، وكل ده عشان لمصلحته الشخصيه ويفضل هو البطل في عيون امريكا. المشهد ده حقيقي مش قادر انساه لغايه دلوقتي، وكان صعب اشيله من الليسته دي عشان اولا ما اتكلمناش كتير عنه قبل كده في القناه. بس فعلا بالنسبه لي كول اوف ديوتي على قد ما تم حلبها كسلسله، بس ما زالت فيها من افضل التويستات في الالعاب عموما. خش بقى على الاختيار اللي بعديه دلوقتي ورقم 4 اللي اختار فيه اللعبه اللي تعرضت لهجوم كتير جدا اول ما نزلت، المشهوره طبعا سايبر بانك 2077. اللعبه دي فعلا اتحسنت بعد فتره طويله للاسف. بعيدا بقى عن كده، على قد ما القصه متشعبه جدا، بس بالنسبه لي قدمت لي اغرب تويستايه ما كنتش مصدقها من فتره طويله جدا. هي طبعا عن جاكي، ايوه صاحبك والبارتنر بتاعك اللي معاك اللي كانوا مطلعينه في كل اعلان ترويج يجي للعبه قبل ما تنزل، بيحسسك ان هو ده بقى اللي هيكمل معاك للاخر، وان هو ده اللي هيساعدك كتيره جدا، او حتى لو انت دماغك بتلف تفتكر مثلا ان هو ممكن يقلب عليك في الاخر ويبقى هو الفيلن الاساسي وتبقى مفاجاه رهيبه. الكلام ده طلع غلط تماما. سيدي بروجكت ريد المطورين بقى قرروا هنا ان في مهمه من المهمات اللي من بدري جدا في اللعبه تعتبر زي هايست اللي انت بتعمله، زي سرقه للمكان معين، وجاكي ده كان معاك وبيحصل كده ضرب نار عليكوا وتعرفوا تهربوا كويس جدا، وتبقى متخيل ان كل شيء تمام لغايه ما تلاقي قدامك ان جاكي صاحبك دوت طلع عمال ينزف عشان الطلق جه فيه وبيموت ما بين ايديك. Jackie, don't close your eyes. It's gonna be all right, huh? You'll see Misty, your mom, everyone you love. It'll be all right, V. You'll see. انا قلت مستحيل حرفيا في اللقطه دي انها دي تكون نهايته، بس للاسف التوستاي هنا جت في نفخنا ورحنا كمان عزاه واخدنا الموتوسيكل بتاعه الخاص بيه كذكرى ليه. الموضوع ده كان مؤثر جدا بالنسبه لي، لان جاكي دوت شخصيه مكتوبه بشكل حلو جدا وكان ليه بوتنشال ان يبقى من احلى السبورتنج كاركترز اللي شفتها في جميع الالعاب. بس للاسف سيدي بروجكت ريد قرروا ان هم يفاجئونا ويعملوا توستايه رهيبه بالشكل دوت. انا ما اعرفش اتعملت ليه، بس بصراحه كانت عظيمه. ودلوقتي قبل ما نخش على التوب 3، حابب اجيب زي ما احنا متعودين اربع العاب تعتبر honorable mentions لازم كنت احطهم في الليسته زي دي. اول لعبه معانا طبعا العظيمه Metal Gear Solid، والتوستايه المرعبه بالنسبه لي مع موت ذا بوس، ايقونه من ايقونات اللي افتكرناها انها خاينه لبلدها مع انها اصلا المعلمه اللي عرفتنا كل شيء، وفي الاخر طلع انها ولا كانت خاينه وكانت بطله اساسا تم تضحياتها من الحكومه الفاسده عشان تلبس اللوم كله. كان بلوت تويست رهيب فعلا. تاني لعبه هي سبيك اوبس ذا لاين، والحقيقه المره اللي بتعرفها لنا في الاخر انك انت بسببك وبسبب اختيار البطل نفسه موت مئات من الابرياء بسلاح الفسفوري، ويطلع كمان اللي انت اصلا بتتحجج انك انت بتحاول تنقذه من اول لعبه وقتلت ابرياء عشانه كان ميت اساسا وانت عارف. اللعبه معموله مخصوص عشان توري لك فساد الواحد وتاثير الحروب على الانسان. ثالث لعبه هي سايلنت هيل 2، طبعا بالبلوت تويست الاشهر من اي حاجه ان كل حاجه كان بيشوفها البطل كانت مجرد تهيؤات ومن تخيلاته، كل ده حبيبتك ان انت بتحاول تلحقها او مراتك انت اصلا كنت قاتلها من الاول وكنت ندمان وتفكيرك سوحك ودخلك في عالم سوداوي مريض ملوش مثيل، وايقونه فعلا من ايقونات الزمن. اخر لعبه معانا في الانربل منشنز هي الكلاسيكيه بورتل 2، والسر وراء الفيلن الاساسي جلادس، اللي ترى في الاخر ان هي مش اكتر من الوعي الخاص بالسكرتيره اللي كانت عايشه في المكان دوت واللي تم تجرب عليها لسبب مجهول، وكانت بتحاول طول الوقت دوت انها تاخد حقها من اللي عملوه فيها. جلادس اساسا دي من الفيلنز الممتازين جدا من اللعبه الماستر بيس تماما.
ودلوقتي اخيرا خلصنا الاونربل منشنز، بس حابب ارد سريعا كده على الناس اللي طلبت مننا كتير جدا على ايه المونيتورز عامه والشاشات الممتازه والمتوفره في الستور الخاص بينا تكون جيمنج. انا حابب ارشح ايسس توف جيمنج 23.8 انش، الموديل بتاعها في جي 247 كيو 1 اي، دي مخصوص طبعا للجيمنج، 165 هرتز وريزولوشن طبعا بتاعها 1080 اتش دي، عن تجربه روعه، عامله حوالي تقريبا 4800 على الستور. هتلاقوا فيه رابط عشان تعرفوا عنها اكتر، ولو عايزين تشتروها سيبه لكم في الوصف تحت. لو حد ناوي او حابب ان هو يشتريها ما تقلقوش من بالضمان بتاعها، وريت تبصوا عليها. ونبدأ بقى دلوقتي في التوب 3، ورقم 3 معانا لعبة اخترناها مخصوص عشان الناس تعرف اكتر عن اللعبة دي، لانها تعتبر من اعظم ما لعبت بجد. انا بتكلم على نير. الجيم دي دايما معروفة بالنهايات الكتير، فيها بلوت تويست مريب جدا حرفيا، وخلى بصراحة الواحد يتحفر في عقله اللي شافه. نير ريبليكانت، انت ماشي معظم الوقت هدفك انك تقتل شرير اسمه شادو لور، وكل اللي بيقابلك عموما قدامك من الاعداء عبارة عن ريبليكانت او اجسام بدون روح. انت بقى اتضح ان حضرتك بتقتل في مخلوقات اسمها شايدز، اللي عبارة عن ايه بقى يا شباب واحنا مش عارفين؟ ارواح ناس اصلا منفصلة عن جسمها، وفي منهم اطفال. يعني احنا من اول اللعبة كنا بنقتل في ابرياء، والمصيبة اكتر من كده كمان ان بعد ما توصل للشادو لورد الوحش اللي انت شايفه قدامك وتقتله كمان عشان تعرف توصل لاختك، بيتضح اصلا ان الشادو لورد اللي انت شايفه شرير برضه في العالم بتاعه بيحاول ان هو يوصل لاخته. المحزن هنا انك انت اللي نجحت وهو اللي فشل، هيصعب عليك جدا لما تعرف كده، وكمان الاسوأ انك انت تعتبر النسخة او الريبليكانت منه او الجسم الخارجي، اما النسخة اللي فيها روح الانسان نفسه اللي انت موته اللي هو شادو لورد، ان هو الروح الحقيقية، يعتبر الامل الوحيد البشرية، وانت دمرته. ده سبب ان الجزء التاني اللي هو نير اوتوماتا البشرية انقرضت تماما وكلها بقت آلات، وعشان كده كانوا لازم يتحطوا في التوب 3. The nightmares have crossed into the physical world. Every time we turn a dark corner or reach blindly under the bed, they have us wonder, is there someone, something behind me? ونخش بعد كده على الاختيار البعدي، ورقم 2 افضل لعبه اندي نزلت من سنين كتيره جدا ومكتمله حرفيا، انا بتكلم عن ليتل نايتمارز 2. السلسلة دي دايما سوداوية وفيها افكار كتير واهداف واقعية بشكل غير طبيعي، وده اللي قلناه في كذا فيديو لينا قبل كده، بس رغم ذلك معاها قصة ممتازة وجيم بلاي خفيف يرعب الواحد ويخلي فيه حماس طول الوقت. اتقدم بقى هنا من افضل التويستات اللي شفتها لاحقا في الالعاب، وكانت لازم تتحط رقم 2 معانا، وهي نهاية اللعبة دي. اصلا ارجوك قبل ما اكمل لو ملعبتهاش تلعبها حالا، ويريد تبدأ من اول جزء عشان برضو كويس جدا. هنا بقى في اللعبة مونو هم الابطال وبيحاولوا يهربوا من المصاعب والوحوش اللي بتقابلهم، بالاخص من ثين مان او الوحش اللي بيطاردهم دايما، واللي المفروض ان هو خطف 6 ومونو وصل ذلك راح لاكتر مكان خطر عشان يعرف ينقذها. القصه جميله جدا لغايه بقى ما تلاقي مونو وهو بيحاول ينقذ 6 بعد المغامرات بتاعته معاها طول الوقت وخاطر بحياته عشان ينقذها، الا بقى وان احنا نقابلنا اغرب خيانه في التاريخ. 6 بتسيب مونو يقع تماما وبدون اي سبب واقعي، الا طبعا بعض النظريات اللي طلعت من الفانز، لكن خيانة مش طبيعية. والاسوأ والاسوأ كمان ان مونو لما وقع اتحبس وشفنا قاعد على الكرسي وكبر بالوقت عشان هو بقى يبقى الثين مان الوحش اللي كان بيجري ورانا طول الوقت دوت. يعني التوستاية هنا فيها تلاعب زمني، ومستقبل مونو اللي هو الثين مان بيحاول طول الوقت من اول اللعبة يرجع بالوقت عشان يخطف نفسه وهو صغير عشان يمنع الخيانة اللي هتحصله يوم الايام من 6. ايوه التفكير عظيم والفكرة اعظم، والبلوت تويست دوت عبقري، وفعلا كلنا انبهرنا لما عرفنا الحقيقة. اتمنى يعملوا العاب تحترب دماغ الجيمرز بالشكل دوت في المستقبل. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave
أخيرا دلوقتي وصلنا الرقم واحد. للأسف أنا عارف اللعبة دي مشهورة جدا واتكلمنا عنها كتير، بس لازم تاخد المركز ده مهما حصل، وأنا بتكلم عن بايوشوك الماستر بيس. طبعا هي اللعبة دي بقى كل النقاد العالميين والجيمرز اللي لعبوها عارفين إن فيها من أفضل لو مش أفضل بلوت تويست اتعمل في الألعاب عموما، بعيدا طبعا عن مدينة رابتشر المائية والكرياتيفيتي اللي اتحطت فيها والأيديولوجية نفسها وراء اللي بنى المدينة العظيمة دي المتكاملة للتطور البشرية من العبقري أندرو رايان. القنبلة بقى والمفاجأة هنا إن إحنا بنلعب كبطل جاك اللي وصلنا للمكان دوت وواجهنا أشياء مريبة وغريبة مش فاهمين حاجة عنها، وكان دايما بنشوف قدامنا كلمة مكتوبة على الحيطة وهي Would you kindly. طبعا هي مكتوبة على الحيطان لسبب ما، لغاية بقى ما جه وقت نفهم الموضوع دوت ونتفاجئ أكبر مفاجأة إن أندرو رايان اللي بنى المكان ده كله لسه عايش وطلع أبونا البيولوجي، وفي شخصية اسمها فرانك كان عامل طول الوقت دوت من أول اللعبة لينا غسيل مخ وبيستخدمنا تحت تأثير كلمة واحدة وهي Would you kindly زي تنويم مغناطيسي بيخليك تعمل اللي هو عايزه، وكان بيأمرنا طول الوقت دوت عشان نوصل لأندرو رايان ونقتله. أيوه نقتل أبونا، نمشي بأوامره ونعمل اللي هو بيأمر بيه عشان إحنا بس اللي في الدنيا دي كلها اللي نقدر نعدي أي سيستم موجود في المكان. طبعا دي كانت حاجة مفاجأة غير طبيعية، وساعتها أبونا أندرو رايان استخدم الكلمة عشان يخلي نفسه يموت من على إيد ابنه. الفكرة فعلا وراء اللعبة دي كانت عظيمة جدا، والتوستية فعلا تحترم دماغ الجينرز وطول عمرها تتقدر كعمل فني متكامل. وبكده يا شباب اكون جبت لكم اكتر 7 احداث غير متوقعة فاجئتنا في الالعاب. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، تزوروا موقعنا الرسمي للستور اللي تلاقوه في الوصف تحت مع كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بينا. يلا يا شباب، see you in the next video. Build it anywhere else.